استعدادات الاهلي من خلال كمان مران كان النهارده في بعض الجمل التكتيكيه المفصله جدا جدا واللي اشتغل عليها. وفي الحقيقه مستر بيتسو موسيماني ذاكر فريق بالميراس بشكل كويس وبيحترمه بشكل كبير قوي، لكن من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم نتكلم عليها وهي تصريحات المدير الفني لبالميراس ابل مستر ابل فيريرا، واللي قال انه الأهلي فريق كبير جدا، وقال كلام كابتن إسلام في الحقيقة يعني الواحد وهو قاعد جسمه أشعر، فهي حاجة من الاتنين، يا إما هو بيعمل لنا تنويم يعني بينيمنا شوية، يا إما الراجل فعلا بيقول اللي هو شايفه إن الأهلي فريق قوي جدا وماتش صعب علينا قوي وكلام من ده. فلو الحل الأولاني هو بيحاول ينيمنا فدي السكة دي مش هتمشي مع مستر بيتسو موسيماني، لأن هو ملك الحاجات دي في الحقيقة. التصريحاته دايما احنا عارفينها من قبل ما يجي الأهلي أيام كان مع سان داونز، لكن المؤكد ان هو برضو الراجل في الحقيقة مدير الفني لفريق بالميراس بيحترم الأهلي احترام كبير، حتى الصحفيين البرازيليين والاجانب النهارده كلامهم على الاهلي كان مميز جدا. ابرز تصريح قاله المدير الفني لفريق بالميراس لما قال اما الاهلي كان بيلعب مباراه مونتيري بالفريق بي، يبقى الفريق ايه عامل ازاي؟ الفريق الاول عامل ازاي؟ لو دول البدلاء او دول الاحتياطي طب الفريق الاول هيبقى عامل ازاي؟ قال الفريق فرقه جامده جدا وعملوا ولعبوا بذكاء كبير جدا قدام مونتيري واضاعوا اكتر من فرصه، فاحنا بنحترمهم واحنا متواضعين جدا، ده على حسب كلامه. واكيد مباراه هتكون صعبه علينا زي ما هي هتكون صعبه عليهم. حاولت بصراحه اخرج منه في سؤال كده يعني بعض التفاصيل تتعلق بالاستراتيجيه اللي ممكن يلعبوا بيها، بس الراجل يعني خد باله ان احنا مصريين ومن قناه النادي الاهلي فما رضيش يقول لنا على الاستراتيجيه اللي ممكن يلعب بيها هذه المباراه، لكن قال ان احنا اكيد هيبقى هنحاول نستغل كل الفرص وهنكون هادين قوي في الملعب، مش هنكون متسرعين، والدور على اللعيبه ان هم يستغلوا كل الفرص. بالمناسبه اتفرجت على المران او جزء من مران بالميراس، وفي بعض الجوانب التكتيكيه اللي اشتغلوا عليها بشكل كبير قوي احنا لاحظناها في الحقيقه. ما كان الجزء ده ما كانش مصور قوي، ما كانش حد بيتفرج عليه قوي او ما كانش حد بيشوفه غير يعني اعضاء بعثه بالميراس، وكان ممنوع اي حد تاني يقف وكده، بس يعني عرفنا نخطف كده كام حاجه. لكن في كل الاحوال يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل ان شاء الله باذن الله في مباراه الغد، والكل يعمل اللي عليه وان شاء الله الاهلي يكون موفق. يعني ما فيش تفاصيل تانية غير مثلا فيما يتعلق بجمهور الاهلي، وده الامر الاهم والشيء اللي لازم نتكلم عليه شويه يا كابتن اسلام، لان هحكي لك موقف حصل وعرفته من صحابي، من ناس من صحابي هنا اللي حضروا المباراه، هم يعني عايشين في ابو ظبي بيشتغلوا هنا، والناس راحوا حضروا المباراه الاولى مع مونتيري. ففي الدقيقه 75 تحديدا كان الاهلي كسبان 1-0 الدقيقه 70 75، نعم في الدقيقه 70 75 كان الاهلي كسبان 1-0، فالناس ايه توقعوا ان خلاص ممكن الاهلي يتأهل وتعالوا نحجز بقى ايه مباراه دور نصف النهائي ما بين الاهلي وبالميراس. فواحد منهم قال طب خلينا نستنى 10 دقائق لا قدر الله ممكن يجي فينا جون فهنحجز الماتش على الفاضي. فلما جه اول مره يجي يحجز لقى التذكره تقريبا ب 200 250 درهم. بعد ال 10 دقائق دول ما عدوا حس ان خلاص الماتش في اتجاهه ان الاهلي يفوز، دخل عشان يحجز لقى التذكره بقت ب 1200 درهم. فشوف السعر ضرب لفوق ازاي، الناس استغلت جدا شعبيه النادي الاهلي جماهيريه النادي الاهلي. لكن من المؤكد حتى لو في سوق سوداء او حاجه من المؤكد الحضور هيكون غفير جدا على غرار مباراه مونتيري. جمهور الاهلي هو العنصر الاساسي واللاعب رقم واحد واللاعب الذي لا يفتقده الاهلي هنا في ابو ظبي، ان شاء الله باذن الله يكون دافع قوي للاعبين في مباراه الغد، ويا رب يكون تاريخ جديد للاهلي بالوصول لمباراه نهائي كاس العالم.